سلمى، هلا ننتقل لحصه الفن بفقراتنا لليوم. فقد تم استخدام الفن العجمي وهو فن اضافه الزخارف الخشبيه التزيينيه للاسقف والجدران من قبل الحرفيين الدمشقيين في بدايه عصر الامبراطوريه الامويه، وذلك لتزيين المساجد والقصور، وما تزال هي الحرفه عم تحافظ على نفسها في دمشق الى يومنا هذا. اكيد نور، وتصدر العديد من منتجاتها الى جميع انحاء العالم، وضمن معرض دمشق الدولي كان له حصة كبيرة بهدف الحفاظ على هذه المهنة التي تشكل جزء من التراث السوري مع الحرف التقليدية السورية المشاركة في هذه الدورة من المعرض ضمن جناح تابع لوزارة السياحة، جناح شيوخ الكار. ومن شيوخ الكار معنا اليوم بيصيرنا رحب بعرفات أوطباشي، وهو رئيس غرفة سياحة شعبة المهن في غرفة سياحة دمشق، وأيضا مختص بالرسم النباتي على الخشب العجمي. لنحكي أكثر عن الفن العجمي وشيوخ الكار المشاركين ضمن المعرض. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. قبل ما نحكي عن الرسم النباتي على الخشب العجمي، خلينا نحكي بالبداية عن أهمية المشاركة في معرض دمشق الدولي للحرفيين، لدعم الحرفيين اليوم اللي عم يحاولوا رغم كل الظروف يحافظوا على هي الحرف القديمة اللي هي يمكن صارت هوية سورية. فينا نقول طبعا هلا مثل ما بتعرفي هي حرفنا التراثية هي عبارة عن هويتنا، وهي مسجلة بتراثنا غير المادي. فأهم شيء بالنسبة للحرف التراثية هي انه في عندنا استمراريه. يعني هلا كان في عندنا هجوم على الحرف التراثيه وهجوم على الحرفيين اللي خلال فتره هجوم على الوطن كله كامل، يعني حتى حاولوا يستقطبوا الحرفيين التراثيين ويسرقوهم من عندنا من البلد، لكن نحن الحمد لله يعني من خلال شيوخ الكار ومن خلال حرفيين وطنيين بقينا بالبلد وحافظنا عليها وتمين متابعين بهالحرف التراثيه سواء بالتعليم او بالتدريب لحتى نحسن ننقلها من جيل لجيل ونحافظ عليها. طبعا بالنسبه للحرف التراثيه كمان في اهميه ثانيه. هلا بتعرفي خلال فتره اعاده الاعمار اول شيء مثلا اي مكان تراثي بده يصير عليه مثلا بحاجه لترميم، بحاجه لاصلاح، هذا كله بحاجه لحرفيين تراثيين. فهي الحرف التراثيه نحن هلا كان من خلال معرض دمشق الدولي شاركنا وورجينا بكل الحرف التراثيه قديش قدره الحرفي السوري وقديش صموده وقديش قدرته على المتابعه. فكان فعلا في مشاركه رائعه، غطت تقريبا كل الحرف، وكان في عندنا شيوخ كار متميزين، يعني شاركوا بقوه وشاركوا باجمل الابداعات الفنيه اللي هن شاغلينها واللي هن عم يدربوها ويحافظوا عليها. طبعا بالنسبه كان في عندنا مشاركه اللي اخذنا جناح الصناعات التقليديه، كان تحت رعايه وزاره السياحه، تقريبا اكثر من 80 حرفي اللي شاركوا ضمن جناح هذا خاص بشيوخ الكار. طبعا في جناح ثاني كمان حرف تقليديه، لكن هذول شاركوا حرفيين مهره وحرفيين مبدعين من مختلف انحاء سوريا من مجموعه من المحافظات، كمان ايضا بالحرف التراثيه ضمن كمان جناح اخر لوزاره السياحه. فكان في تكامل وكان في روعه وجمال، يعني فانت بتشوفي كل الحرفيين مجتمعين مع بعض، كل الحرفيين سواء مثلا هالفسيفساء بين مثلا بتلاقي الحرف الخشبيه، بتلاقي الحرف النحاسيه، المزيك، الصدف، يعني حتى الفضه بانواع مختلفه، طبعا اللي هي بتيجي ضمن التراث، البروكار الدمشقي، كلها تكاملت مع بعض البعض وكان كله متواجدين، فصارت مثل تظاهره كبيره، فصار في تقريبا استقطاب كبير لهالجناح وعدد زائرين يفوق التوقعات. طبعا يعني معروفه الاسواق الدمشقيه القديمه هي قبله لكل الزوار والسياح من جميع الدول، يمكن هذا الشيء اكيد جسد من خلال مشاركتكم قديش كان في اقبال من الوفود اللي اجت، الوفود العربيه او الاجنبيه على القسم المخصص لكم. يعني كان بشكل كبير، يعني كان تقريبا اهم يعني بالنسبه للسائح الاجنبي وحتى ابن البلد، يعني كان اهم شيء عنده بالنسبه له يفوت يشوف الحرف التقليديه ويتعرف عليها. يعني رغم انه مثلا هلا ازمه يعني نحن تقريبا خلينا نقول بنهايه الازمه، لكن مع ذلك تفاجئنا نحن بهالعدد الكبير، يعني حتى يعني نكون مثلا رح يخلص المعرض ولسه على العالم في وفود جايه عم بتجي ومبهورين، يعني مبهورين طبعا مبهورين لانه عندك حرفي سوري دمشقي اصيل عم يحافظ على هي الحرفه رغم كل الظروف. بدنا نوجه تحيه لكل الحرفيين لانه نحن بنعرف قديش يمكن الضرر الكبير اللي صار يعني اللي صار للحرف التقليديه خصوصا مع انخفاض مستوى السياحه
كان في كثير ضرر كبير عليكم، بس تحية لأنه بنحسه كمان جندي إلى جانب الجندي العربي السوري. خلينا نحكي هلأ معك عن الفن العجمي، الرسم النباتي على الخشب العجمي. هلأ طبعاً بالنسبة للرسم النباتي على الخشب هو من الحرف التراثية الدمشقية المسجلة بتراثنا غير المادي لدى اليونسكو. طبعاً هي من أهم هذه الحرفة مثل ما لك شايفين. خلينا نشوف عبارة عن فيها تجمع بين الزخارف النباتية والزخارف الهندسية وإضافة لزخارف الخط، فهي بتجمع الثلاث فنون اللي هي كانت مع بداية الدولة الأموية الظهور تبعها أو التخصص تبعها. دمشق تميزت بهالحرفة واستمرت فيها يعني تقريبا من بداية خلينا نقول الدولة الأموية إلى الآن، تخصصت في هذا المجال وأبدع فيها الحرفة الدمشقية. إذا بتفوتي مثلا لأي بيت دمشقي قديم لازم يكون عنده هيك لوحة، لازم يكون في شيء من هالحرفة، بتلاقي أبواب اليود، بتلاقي الكتابي، حتى صار تسميتها الشائعة الدهان الدمشقي. يعني ليش سموه الدهان الدمشقي؟ مثل مثلا في بيت بدون ما يكون فيه دهان، فشيء أساسي خلينا نقول بالبيت الدمشقي لازم يكون فيه موجودة مثلا هالحرفة أو هالقطعة الفنية اللي بتمثل الفن الدمشقي العريق. طبعا هي رغم سهولتها يعني هي سهلة وصعبة، يعني هي بحاجة لشوية ذوق وبحاجة لتمكن، فهي سهلة وبنفس الوقت صعبة هالحرفة، فتستقطب عدد كبير يعني من الراغبين. بتلاقي كثير في دائما في عليها استقطاب وفي عليها طلب، لأنه بتظهر مواهب وبتظهر إبداعات، وهي مفتوحة بكل المجالات. يعني حتى مثلا بالديكورات الحديثة ممكن ننزلها، بالديكورات القديمة، بالتصميم التراثي، يعني فيها شيء تراثي ما يزال محافظين عليه، وفيها مجال مفتوح خلينا نقول للإبداع. فهالمجال أعطاها أفق كبير وأعطاها انتشار على مستوى العالم. يعني هلا مثلا حتى بالمتاحف العالمية بتلاقي في قاعات دمشقية، قاعات دمشقية أحيانا خلينا نقول كلفت مليارات الدولارات لتنتقل لهالمدن الكبرى بخارج سوريا لحتى تعرض ويعرض هالفن العريق. نعم. سيد عرفات، يمكن مثل ما قلت هي الحرفة هي من الحرف اللي سافرت لبرا، صار في لها انتشار واسع مو بس ضمن سوريا، وكثير قلال يلي بيشتغلوا، وهي دائما معروفة انه هي الحرف تختص فيها عائلات، لهيك بصيروا من الشيوخ الكار. هل هذا الشيء ضل محصور ولا قدرتوا توسعوه وحبيتوا تعطوا هالخبرة للناس وما تحتكروها، يمكن علمتوا ناس جداد؟ هلا مثل ما بتعرفي هي دائما الحرف التراثية ترتبط من الأب إلى الابن وتتوارث. هلا هو كان عادة بالقديمة كان يعلم حتى الابن الأكبر، يعني باقي أفراد العائلة ما لهم حق بالتعلم، يعني الأب فالابن الأكبر، باقي الأسرة ما بيعلمون. بعدين صار في خلينا نقول توسع بشكل أكبر، صاروا يعلموا العائلة كاملة. هلا ما تزال في بالنسبة لهالحرفة مجموعة من العائلات اللي بتحافظ على ومنهم عيلتك طبعا. هلا عائلتنا عم تحاول تحافظ نوعا ما على هيدا، حتى تم تكريم يعني جدي متوفي من فترة طويلة، تم تكريمه السنة الماضية كونه نشر الحرفة ضمن العائلة وأخرجها ضمن نطاق العائلة. كانت محصورة حتى بعائلتنا، ما كانت منشورة بباقي العائلات، لكن هو أخرجها لأقربائه ولأولاد عمته ولأولاد خالته، فانتشرت بمجموعة من العائلات الدمشقية اللي هن أقرباء جدي، فتم تكريمه أنه خرجها. طبعا حتى أولاده نشرها خارج سوريا، كانت تقريبا انتقلت للعالمية خارج سوريا وضمن سوريا، وحتى أحفاده نشروها خارج سوريا، لكن تبقى اليد دمشقية. يعني أي عمل كبير بيتم خارج سوريا دائما بيتم هذا العمل خلينا نقول بأيدي سورية وبأيدي دمشقية. ممكن تكون أعمال بسيطة، يعني هلا مثلا نحن بنطلع أعمال تركيب، أعمال شغلات ما تتجاوز شهر أو شهرين خارج سوريا، لكن العمل دائما يبقى ضمن دمشق وبأيدي دمشقية. طبعا بالنسبة لمثل ما أنت حكيتي، نحن هلا انتقلنا من موضوع خلينا نقول العائلة، صرنا ندرب بشكل كبير. يعني هلا حتى من فترة كان في عنا تقريبا دورات كانت برعاية وزارة السياحة واليونسكو، وهذا شيء جديد يمكن. صحيح. نور، لأنه كثير للشيوخ الكار أنه يعلموا لأجيال القادمة، عادة بنشوف أصحاب المهن بيحتكروها، ولكن نحن عم نشوف العكس حاليا. لا، إحنا العكس تماما. يعني حتى أنا كان في عندي، أنا بالنسبة لي كنت عم أدرب حرفة الرسم النباتي على الخشب، كان عندي تقريبا 66 متدرب ومتدربة، وحتى يمكن تتفاجئ أنه كانت الفئة الأكثر رغبة بالتعلم هي الفئة الجامعية، الشبابية. يعني كان عندنا طالبات جامعة
معيدين بكليه العماره حتى كانوا عم يجوا يتدربوا لحتى يوسع افق خلينا نقول تصميمه بالبيوت القديمه او لانه هي الحرفه تقريبا ترتبط بالتصميم بشكل عام. وهذا اللي بدي اسالك عنه يمكن انه انتم عم تحاولوا يمكن الحفاظ على هي الحرفه الدمشقيه القديمه ودائما باستمرار للدورات اقامه دورات حضرتك عم تقيم بدورات مستمره يعني على مدار العام ويمكن مثل ما قلت الفئه المستهدفه كانت شبابيه وعم نتفاجئ حتى ربات بيوت عم يشاركوا قديش مهم فعلا نحافظ اليوم على هي الحرف الدمشقيه القديمه. الشغف اللي عندك يا نشوفه كمان متوارث عند كثار يعني هو هذا عم يخلينا كثير يعني انا كل ما بيتعلم حدا كل ما بلاقي مثلا في حدا بيجي يعجب بهالحرفه يعجب بالاعمال فهذا الشيء بيخلينا نكون مسرورين ونرفع راسنا كثير يعني بنحس انه نحن عملنا شيء انجزنا شيء وحافظنا على تراثنا. يعني هذا ما هو موضوع سهل لانه بالنسبه للحرف اليدويه هي تعتمد بشكل اساسي على الحرف على اليد الحرف وهي على اليد يعني على الحرف هو اللي بيشتغل بايده لا مثلا واضافه لذلك كلفتها بسيطه يعني هلا مثلا اي معمل باي حرفه مثلا غير تراثيه بحاجه لراس مال كبير هي فقط بحاجه لمهاره الحرفي وابداعه فتعليم الحرفي هذا الشيء كثير مهم جدا وهلا بالنسبه لنا حاطينه خلينا نقول بالمرتبه الاولى او اهم مرتبه. نعم يعني استاذ عرفات حضرتك رئيس شعبه المهان في غرفه سياحه دمشق خلينا نحكي يمكن عن اهم الاشياء القادمه ايضا اللي عم تشتغلوا عليها خارج اطار مشاركتكم بمعرض دمشق الدولي. هلا طبعا بالنسبه لمعرض دمشق الدولي يعني نحن في عندنا افكار كبيره هلا مثلا عم نحاول في عندنا بدنا نطالع دورات جديده مو لا طبعا لحرفه لكان في عندنا دورات تقريبا ل 15 حرفه كانت برعايه اليونسكو هلا عم نعمل في عندنا دورات مجانيه هلا ان شاء الله بعد العيد رح يكون في عندنا مجموعه من الدورات المجانيه كمان بمجموعه من الحرف رح تكون تقريبا بسوق المهن اليدويه التكيه السليمانيه كونها قريبه وممكن يعني حتى يعني عم يدرسوا بالجامعه فيهم يتبعوا هي الدورات اي حدا ممكن يشارك ما في يعني اي حدا ممكن يشارك بهي الدورات ومجانيه هلا هو دائما مثل ما قلت لك كانت اول دورات مجانيه وان شاء الله هلا كمان في دورات جديده كمان مجانيه يعني نحن عم نحاول دائما ما يكون في كلفه يعني هلا مجرد ما دخلنا بموضوع الكلفه قد يكون مثلا في انسان عنده رغبه لكن ما عنده الامكانيه خصوصا ضمن ظروف الحرب يمكن هي فرصه يمكن لكثير من الناس يمكن ليكون عندهم فرصه عمل لما يكون في دورات لتعليمهم حرفه معينه يعني انت بنفس الوقت عم تحاول تحافظ على هي الحرفه وبنفس الوقت اتاحت فرصه للعمل لكثير من الناس اللي تضرروا بالحرب طبعا لانه هلا نحن اول وحده دربنا واستفدنا منه لانه هلا مثلا ممكن هي الحرفه يشتغلها مثلا هي الحرفه او اي حرفه يدويه ممكن يشتغلها بايده يعني ببيته مو شرط يكون عنده مثلا مكان كبير خلينا نقول للعمل يعني فممكن تساعد وتساند ربة منزل هلا مثلا على سبيل المثال مثلا في اعمال الكروشيه اعمال الكروشيه هي كان في لها دورات عنا فهي مثلا ممكن حتى مثلا اذا كانت عائله متضرره ممكن خلينا نقول ربة منزل تساعد زوجها او تساعد عائلتها من خلال هالاعمال اليدويه من خلال التطريز اليدوي من خلال الاعمال الفنيه خلينا نقول بسيطه تكون مصدر دخل لعائله وتعيشهم يعني خلينا نقول حياه كريمه دون خلينا نقول دون المساعدات او دون اي شيء يعني هذا اكبر مساعده هي رساله جدا جميله عم تكون فيها يعني هي الحرفه اليدويه لانه هي عم نعطيه خلينا نقول مثل يعني حرفه ما بتموت وبنفس الوقت هي بتحفظ تراث البلد، بدنا نشكر وجودك معنا سيد عرفات الطباشي ونتمنى لكم كل التوفيق مو بس بهذا المعرض يلي عم تبرزوا فيه ثقافتنا وتراثنا لكل العالم بكل شغلكم وبكل النشاطات القادمه، شكرا لك. عفوا شكرا جزيلا وشكرا للقناه تبعكم وشكرا لكم على اهتمامكم بالحرف التراثي. اكيد بدنا نتشكرك ونحن بدورنا يمكن عم نحاول نسلط الضوء على جميع الحرف السوريه التقليديه، نوجه لكم التحيه، نوجه التحيه لكل حرفي سوري عم يحاول رغم كل ظروف الحرب انه يستمر ويحافظ على هذا التراث السوري.